يتخاطبة قل لم دللة تدري بشفيلي ما هو طول الدرب صاير دليلي شلون يعوفني ويسمع عويلي يجين إن شاء الله بس لا قضى البيت. وين يجي العباس بعد؟ هي كانت تريد تروح إلى قالت أنا رايحة العباس قعدة وركب جفوفة فوق زندية وقل الحرم صارت بشدنا. قوم يا عباس وخل أذكرك يا ابن أبويا. ملا عطية يقول خلنا نذكره لسان حال زينان. قل عباس تذكر يوم موت اش قال أبونا بالوصية؟ تذكر لولا وإحنا لازلنا نعيش مصيبة أمير المؤمنين ومصيبة أولاده به. أويلي عباس تذكر يوم موتي إش قال أبو نبي الوصية؟ قال زينب حجبوها لنزلت الغاضرين. شلون يا عباس وقت الموزمة وقطعت بيك؟ اي والله وش بيدك؟ كأنما جاوبها العباس اتعتبين وانا على الشريعة مقطعيني لو تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذري ماشي ما تجهزيني شيلين عني ولا تشيليني بشيء. قالت انا نخيت اخوتي وما جاوبوني. ما تبكيكم زينة ما تزيد لهيب قلوبنا زينة. نخيت اخوتي وما يجاوبوني وزجر وخول اللي باروني بوداعة الله مشيت عنك خويا وما شبعت وداع منك. وإذا الصوت يجي لها تعتبين يا زينب علي أنا وين راسي وين يدي